حاجات، التناول والاحتراف اساسي. واحد يقول لك طب ازاي ان هو على روح شريره وبيروح يتناول؟ عادي مش مشكله، الشيطان بيستناه قدام باب الكنيسه، ولما بيطلع تاني بيطلع من الكنيسه الشيطان بيبتسم تاني. اي حد يقول لك انا بحس بحاجات وانا نايم والكلام ده كله، حس بحاجات دي، تعالى بالليل البس الصليب وولع اللمبه بتاعتك كده، خليها ولعه. طب معلش النور قاطع، في حاجه اسمها نضاره طيرانيه، نضاره الطياره دي بتتباع في المكاتب، ممكن تجيبها تحطها على عينيك تلبس. ازيك يا عم علاء، وحشني. ازيك يا ابو مينا، والاستاذه ساره معانا، هو اللي يقعدوا في البرنامج يعني، والاستاذ عماد ابو يوسف كان معايا دلوقتي. مساء الخير عليكم جميعا، كلكم يعني، على الكل، مش هسمي بالاسماء، انتوا كلكم يعني. فاللي انا عاوز اقوله لكم، الحاجات دي انت بتسيبك وبتمشي، الحاجات دي لها تجددات بتتجدد من واحد. طبعا مش هقول لكم يعني الواحد، مش الشهر القبطي، الشهر العربي، وتقوم تتجدد اللي هو اليوم 14 في الشهر العربي.